السماد المركب بيتكون من أهم 3 عناصر بيحتاجها النبات، واسم NPK جاي من أسماء العناصر الثلاثة النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. العناصر الثلاثة دي بتكون موجودة بصورة طبيعية في التربة، ولكن النباتات بتستخدم الكميات المتاحة وبتفضل بعد كده التربة فاضية ما فيهاش العناصر دي، والحل بيكون هو إضافة الأسمدة المركبة مع مية الري أو الرش الورقي. أنواع الأسمدة المركبة واستخداماتها: الأسمدة المركبة بتبقى موجودة في 3 أنواع، وبيعبر عن كل نوع الثلاث أرقام اللي مكتوبة على عبوة السماد. السماد المتوازن، وبنلاقي الأرقام الثلاثة متساوية زي سماد 20-20-20، وده معناه أن نسب العناصر الثلاثة متساوية ومتوازنة في السماد، والنوع ده بيعتبر سماد عام وبيكون مناسب لتغذية معظم النباتات الداخلية. السماد عالي الفوسفور زي 10-40-10، وده معناه أن نسبة الفوسفور أعلى من النيتروجين والبوتاسيوم، والنوع ده بيناسب أكتر النباتات اللي بتنتج الأزهار، لأن الفوسفور بيحفز النبات لإنتاج عدد أزهار أكتر. السماد عالي البوتاسيوم زي 15-35، معناه أن نسبة البوتاسيوم أعلى من النيتروجين والفوسفور، والنوع ده بيكون مناسب أكتر للنباتات المنتجة للثمار زي نباتات الخضروات، لأن البوتاسيوم بيعمل على زيادة حجم الثمار. إزاي نستخدم الأسمدة المركبة؟ الأسمدة المركبة بتيجي في شكل كريستالات، ومعدل استخدامها بيكون معلقة شاي صغيرة ممسوحة على 2 لتر مية، وبنروي بيها النباتات في التربة، وممكن استخدامها عن طريق الرش الورقي، ولكن بنراعي في الحالة دي تخفيف جرعة السماد، يعني مثلا بنضيف معلقة الشاي الممسوحة على 3 لتر مية وبنرش بيها الأوراق. بنستخدم السماد الورقي مرة واحدة كل شهر، لأن كتر استعماله وزيادة تركيزه في التربة بيبقى غير مفيد للنبات، ولكن العكس بيؤدي إلى تسمم النبات وبتظهر أعراض احتراق لأطراف الأوراق. إمتى ما نستخدمش الأسمدة المركبة؟ في حالة إنبات البذور ومرحلة الشتلات الصغيرة، ودي ما بنسمدهاش قبل شهر من وقت الإنبات. بنراعي هنا تخفيف المحلول المغذي، يعني ممكن نضيف نص معلقة شاي ممسوحة على 2 لتر مية. النباتات الجديدة اللي جايبينها من المشتل، لأنه عادة ما بيكون تم تسميدها في المشتل، ودي ما بنسمدهاش قبل شهر. وكمان بالنسبة للنباتات اللي نقلناها من وعاء صغير إلى وعاء أكبر أو للأرض، كمان ما بنسمدش النبات في حالة العطش، ولكن بنسقي النبات الأول وبعدين بساعتين أو 3 بنضيف السماد. حاجة أخيرة بخصوص الري: الأفضل إن الري يكون في أول أو آخر النهار، وما بنسقيش النبات أبدا خلال فترة الظهر أو الحر الشديد.